في الفاصل كده كان ما بيني وما بين دكتور نبيل كلام، بس انا يعني قلت له ان انا مش هقدر ان انا اتجاهل الخبر، وقلت له يعني الرد زي ما حضرتك تعوزه. النهارده تليجراف مصر نشر بعد حوار للفنانه الكبيره شيرين عبد الوهاب، اتكلمت عن عنوان كده وقالوا حسام دمرني وعايزه اكمل علاجي مع دكتور نبيل. انا مش فاهمه هو العلاج توقف او ما توقفش، او لكن خليني اخد رد دكتور نبيل عبد المقصود على هذا المانشيت. الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كان بين مين ومين؟ الفنانه شيرين عبد الوهاب وموقع تليجراف مصر في حوار اجرته معي مباشره مع بعض. يعني تليجراف مصر كانت بتتكلم مع شيرين عبد الوهاب، صح؟ صحيح. يبقى توجهي السؤال ده ليهم مش ليه. انا بتكلم على عاوز اكمل علاجي. قالت الجزئيه هما تليجراف، ما هما اللي هيردوا عليا. قالت لمين؟ قالت للاكيد اللي اجرى معاها الحوار. حضرتك لو كلمتيه وتساليه اكيد هو سالها ويجاوب معاها. بص، عايز اقول لك حاجه، شيرين عبد الوهاب، عشان ما بحبش اتكلم مصري في المواضيع دي. لا، واحنا مش عايزين اي تفاصيل. انا بس شيرين عبد الوهاب مطربه موهوبه ولها جمهورها والناس كلها بتحبها، مرت بظروف صعبة وقاسية جدا قد لا يتحملها الكثير منا. المطلوب ان جمهورها يقف جنبها كويس ويساعدها وهي تساعد نفسها برضو، وده دور الأطباء والطب، وفي دور اجتماعي وإعلامي وجمهوري. لما الاتنين دول يلتقوا الأمور هتمشي كويس. كتر الكلام في الموضوع قد ينعكس الى ضده، فعشان كده ما ينفعش الكلام في الموضوع كتير. هي وجهت رساله للموقع اللي سعادتك تفضلتي وقلتي عليه واتكلمت معاهم، واعتقد ده المكان الوحيد اللي اتكلمت معاهم فيه مباشره بتهيألي. لان الحقيقه هي قالت جمل، يعني هي يمكن انا وهسال ده بشكل عام بعيدا كمان عن شيرين. انا بتكلم يعني هي بس هاخد من كلامها، هي قالت انا بشتكي من كل حاجه فيا. احنا دايما نسمع ان المريض النفسي ما بيبقاش عارف انه مريض نفسي، ويمكن حضرتك قلت ان المريض النفسي يساعد نفسه، فالحته دي انا مش فاهماها. على فكره بتكلم بقى دلوقتي، يعني بقى نلغي موضوع شيرين. خلينا نتكلم طب. اوكي كويس. انت عندك المرض النفسي، الشخص قد يفقد السيطره على نفسه او قد يكون نتيجه تعاطي بعض الأدوية والمخدرات. في ناس سليمة نفسيا أما بتتعاطى مخدرات بيظهر عندها مرض نفسي نتيجة تعاطي المخدرات، وفي ناس عندها مرض نفسي كامن غير ظاهر، لما بياخد المخدر بيظهر المرض اللي كان مستخبي ومش باين. كويس. أوكي. فإذا علشان الشخص يتعالج يبقى لازم الدكتور بتاعه بيقعد معاه وبيشوف التاريخ بتاعه وبيشوف هو وضعه الطبي والدوائي ايه وظروفه الاجتماعية ايه، ويبتدي يحدد الخطة العلاجية بناء على الظروف اللي قدامه عشان يقدر يصل بالمريض الى بر الأمان.